يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحيانا عندما أسير في السيارة وأرى شخصا أريد السلام عليه أنطق بالسلام مع رفع يدي اليسرى أحيانا، هل علي إثم بهذا الرفع؟ لا يسلم بالإشارة إلا إذا كان المسلم عليه بعيدا، فأنت تشير من أجل أن يتنبه أنك تسلم عليه مع التلفظ، ما تكتفي بالإشارة، قل السلام عليكم لكنه ما يسمع، فترفع يدك لأجل أن يتنبه ويرد عليه. أما إذا كان قريبا فلا تسلم بالإشارة ولا ترفع يدك، تسلم عليه بالكلام ويرد عليك بالكلام. وأما أنك ما تقدر ترفع يدك اليمنى لأنك تقود السيارة فلا مانع أن ترفع اليد اليسرى تشير بها. نعم.